مروه دابا تبارك الله كنعرفوا لانه مع تحضيرنا للشهيوات والتوجات ديال الفطور والطحول د رمضان كنعرفوا لانه كتكون اشغال كثيره فضروري اننا نهتموا بالجمال ديالنا نعتنيوا بالجمال ديالنا باللي موجود في الدار في هذه الوقيته يعني بالتحديد مع الحجر الصحي الواحد ما بقاش ينعس يعني في الوقت نظرا لانه ما كاينش عمل يعني في الصباح ما كتكونش دراسه يعني في كالعاده كذلك دابا جا رمضان الواحد تيبغي انه يبقى يتسنى الفجر حتى يصل الفجر مثلا تيبقى سهران فهاد الامور اكيد على انه ممكن السيدات يعانيوا من الاستغلال اللي هما الهالات السوداء واللي في الصراحه ما تيقبلوهمش نهائيا النساء على العينين ديالهم او تحت العين. ايفيكتيفمون هي صراحه الهالات السوداء يعني واحد المشكل اللي كيعانيوا منه بزاف ديال الاشخاص كو سواء سيدات ولا رجال وهذا المشكل كيكون عندنا يعني على كاين اللي عنده بزاف ديال الاسباب اللي غير كيف ما قلنا دابا حجر رمضان والحجر الصحي يعني اسباب نفسيه وامبو شويه كنقولوا الصهير والشقاء والتعب الى غير ذلك مي راه كاين اللي كيكون عنده حتى اسباب وراثيه ولا مرضيه واللي كتكون يعني على طول سنه لهذا اليوم كيف ما قلنا بدنا نهضروا على الهالات السوداء وبنعطيو للسيدات وصفات طبيعيه سهله للاستعمال باش يحسنوا من هذوك الهالات السوداء ونحاولوا اننا كما كنقولوا نوحدوا لون البشره وما يبقاوش عندنا لانه فريمون كيكونوا بواحد الشكل مجعز بالنسبه للسيده اما كحوله اما زرقيه تحت العين فوالا وخصوصا ان المراه ما كيعجبهاش لان كيقلل من الجمال ديالها وكيبقى الوجه ديالها كيبان شاح وداكشي علاش يعني اولا الانسان خصو يحدد اشنو هو السبب يعني الا كان عنده قله النوم يحاول ينعس مزيان الا كان عنده اسباب نفسيه يحاول انه يطريقيها ويشوف مع مختص باش يحاول يحسن من النفسيه ديالو كانت اسباب مرضيه يعني بحال الناس اللي كيعانيوا من مشاكل في الكبد ولا الضغط الى غير ذلك يعني ياخذوا الادويه ديالهم في الوقت ويحاولوا يحسنوا من النظام الغذائي ديالهم نشربوا بزاف ديال الماء لاننا اولا احنا شهر رمضان شهر رمضان يعني كتعرفوا باننا كيكون التعب قلة النوم شقة بزاف ما كنشربوش الماء لان بعض المرات كنتجهوا للعصير والسوائل الاخرى ولكن راه لا ينهي بان حتى حاجه ما كتعوض الماء ولا ما كتعوض الماء الماء ضروري 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 هو الاولاني في المائده ديال الفطور وباش ما قدرنا نتجهوا ان المائده ديالنا تكون صحيه يكون فيها بزاف ديال الخضروات ونبعدوا على العجائن راه احسن ما يمكن انا يعني الخضروات فواكه بروتين الى غير ذلك باش نضمو لان كلشي كينعكس على البشره ديالنا وعلى الوجه ديالنا فعلا التغذيه الصحيه السليمه المتوازنه مهمه يعني داكشي اللي كناكلو كيبان على وجه ديالنا على شعر ديالنا على البشره ديالنا فوالا لهذا اليوم بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من الارق من قله النوم من يعني بسبب الضغوطات النفسيه اللي كنعيشوها حاليا وجدت لهم واحد الوصفات اللي هي سهله واخا تفضلي دونك الوصفه الاولى فيها زيت اللوز أيه؟ يعني كناخذوا واحد 5 قطرات من زيت اللوز مع ملعقه كبيره من العسل الحر كنخلطوهم مزيان وكنديروهم في يعني في بلاصه الهالات السوداء يعني في محيط العين مروه حنا كنتكلموا على زيت اللوز الحلو ولا المر دائما تيجي لا الحلو لا ملي كنهضروا على التجميل ديما كنمشيو زيت اللوز الحلو خصوصا البشره 5 قطرات ديال زيت اللوز الحلو مع معلقه كبيره ديال العسل الحر كنخلطوهم وكنديروهم في المنطقه ديال حول العين يعني تحت العين لان كاين الناس اللي عندهم اللي كنقولوا الهالات السوداء راه ما كاينش تحت العين راه كاين في الجفن المتحرك والجفن اللي فيك دونك يعني ممكن يديروا حتى الفوق فوالا الفوق غير عليه انه ما يدخلش للعين يعني كنحاولوا كنبعدوا بواحد لو بيريمتر ان بيتي بو كنديروه مزيان على العين ديالنا وكنوضعوه ليله كامله اييه بالنسبه للناس اللي ما يقدروش يبقاو ليله كامله بهذاك بهذا الخليط هذا على الاقل واحد ساعتين من بعد نمسحوها وندهنوا بزيت الزيتون هكذاك واخا
هذه الخلطه الاولى للتخفيف والحد من الهالات السوداء اللي تيكونوا في المحيط ديال العين. اللي ما بغاش يبات بها يمكن له انه يديرها ساعتين ومن بعد يغسل ويمسح عادي ويدهن بزيت الزيتون. بزيت الزيتون دونك كاين ناس ثاني اللي يقدروا يدهنوا بزيت الخروع يوميا منطقه الهالات السوداء. ايه واخا زيت الخروع كذلك ممكن يستافدوا منه. فوالا كنستافدوا منه. زيت الخروع مهم لانه الاحمر اللي فيه كيحيد لينا كيوحد لينا لون البشره وكيحيد هذوك الهالات. ايه عندنا ثاني كنستعملوا الكمادات ديال الشاي. كناخذوا يعني كناخذوا الكيس ديال الشاي كنوضعوه في المدافي. ايه ومن بعد كناخذوه وكنوضعوه على المنطقه ديال اسفل العين. واخا ايه وحنا اكيد مستلقيين يعني مرتاحين باش نستافدوا باش نستافدوا باش نستافدوا خصوصا مثلا في الصباح ملي كنفيقوا كنكونوا باقي بقينا نبقاو في الوليد ديالنا عرفتي دابا مع رمضان يعني تل الواحد يعني ما كيبداش فعلا دونك ملي نفيقوا ناخذ الوقت ديالي وندير بحال هاد الكمادات. نقدر ندير اوسي السيدات اللي خصهم يعرفوا البطاطيس. البطاطيس راه مهمه جدا لتفتح الجلد يعني الوجه ديالنا كامل تفتح اللون. تفتح اللون وكتقضي على الهالات السوداء لان فيها واحد الانزيم وهذاك الانزيم كيعمل على تفتيح لون البشره. واخا مروه بالنسبه للبطاطا يعني واش نديروها شرائح رقيقه ونصبوها تحت العين في المحيط ديال الهالات شرائح نستافدوا من الماء ديالهم او لا نحكوها وناخذوها كخليط بالماء ديالها لان خاص البشره تشرب هذاك الماده الثقيله الماده اللي فيها ونخليوها 15 دقيقه على الاقل. واخا يعني البطاطا كمادات ديال الشاي الدافي كذلك الخلطه ما بين زيت اللوز الحلو وما بين العسل الحر هادو كلهم كيساعدوا على تخفيف من الاثار اللي هما الهالات السوداء. وثاني كاين الخلطه ديال الكركم مع العسل. الخرقوم اييه مع العسل. الخرقوم مع العسل كنخلطوهم وكنديروهم اييه كنديروهم تحت الهالات السوداء. واللي ما عندوش العسل الحر يقدر يستعمل ياغورت مسوس. الخرقوم البلدي يا اما مع العسل الحر يا اما الخرقوم البلدي مع ياغورت مسوس. فوالا ونكثروا من شرب الحليب. واخا بالنسبه للخرقوم البلدي كنعرفوا انه تبارك الله يعني هادشي من زمان الصراحه والسيدات كانوا كيستعملوا الخرقوم البلدي مطحون على اليد وكيديروا به وصفات. واش ممكن مثلا هذا الخرقوم البلدي لا خلطنا مع العسل نديروه تحت العين تخفيف من الهالات واش ممكن نديروه على الوجه ديالنا بالنسبه لكاين بعض السيدات اللي ممكن لا هو فضل. الخرقوم هو كيف ما قلتي من الوصفات القديمه جدا واللي مشهوره في الهند بزاف يعني كاع السيدات في الهند هذا هو الماسك المشهور اللي عندهم اللي كيخلطوه بالياغورت مسوس او لا بالحليب او لا بالعسل. أيه. يعني هادو ثلاثه الخلطات الكركم يعني الخرقوم كيمشي معاهم وكيعطينا واحد النتيجه رائعه. نقدروا نستعملوا السواد اللي كيكون في الركاب اللي كيكون في المفاصل يعني في الكوعين او لا اللي كيكون في الوجه يعني هو كيلق البشره كلها لدرجه انهم في الهند يستعملوا العرائس يعني بحال ماسك التبريمات حنا اللي عندنا فوالا اللي كنديروا حنايا كيديروا الجسم كله لواحد المده زمنيه يعني كيوجدوا العروسه للعرس لانه الخرقوم البلدي الجلد عنده استعمالات تجميليه متعدده يعني وخصوصا كيليق جميع انواع البشره لا الحساسه ولا الجافه ولا اللي كتكون عندها مشاكل ولا البشره العاديه لانه هو طبيعي 100% كيوحد لنا لون البشره وخصوصا الاستعمال ديالو لا مع العسل راه حنا كنعرفوا بانه يجمع لنا الجراح يعني سيكاتريزون ومبيض في نفس الوقت الياغورت ولا الحليب كيكون مرطب يعني كيعطينا واحد النسبه ديال الترطيب اللي كتكون في البشره زايده يعني كلهم مواد طبيعيه ما كيهيجوش لينا البشره وما عندهم حتى هذا مشكل مع البشره
ماشي بحال مثلا البشره ما كتقدرش تعمل الحمض، لان انا اختي اذا تعرف الرطه الحمض كيحيد لينا الهاله السوداء، غير هو كنزيدوا معاه ما ورد باش ما يهيلش البشره. يعني كيف ما شرتي في بدايه يعني الفقره، هو انه بالنسبه للسيدات اللي كيعانيوا من الهالات السوداء، هنا كنتكلموا على هذه الوصفات اللي كتساعد على التخفيف من هذيك الزرقيه او هذيك الكحوليه اللي كتكون تحت العين، وضروري ان تكون استشاره طبيه والتغذيه السليمه. هادو هما نعرفوا المشكل، فوالا المشكل الحقيقي، المشكل الحقيقي ديال الهالات السوداء. الا كان قله النوم راه خصنا نبداو نعسو اكثر، خصوصا ثاني واحد الحاجه اخرى، اننا كنضيعوا وقت، كندوزوا وقت طويل قدام الشاشات الالكترونيه ولا سواء هواتف ولا تابلت، وهذا كينتج عليه واحد الزروقه وسواد كبير تحت العينين، وهذا عفاك واحد الرجاء الامه ارهاق العين. فوالا الارهاق العين يعني كيعطينا هذيك الزروقيه من بعد اللي كتدير لان الدوره الدمويه ما كتكونش كتجهد اكثر، ولي فيسو يعني العروق كيقدروا يعني كي هذاك كتولي هذيك الزروقيه اللي كتطلع في الوجه اولا يعني السواد، خصوصا الاطفال، لان حنا كنعرفوا حجر صحي، الاطفال ديالنا كيقراو ا ديستانس، كيملوا، دونك كياخذوا وقت طويل في لي تابليت ولا لي تيليفون ولا لورديناتور، فوالا يعني باش ما قدرنا اننا نحددوا واحد الوقت قليل لوليداتنا اللي يقدروا يستثمروا فيه هذوك لي تابليت، راه كان احسن للصحه ديالهم ولا للعقل ديالهم. يعني نحاولوا باش، لان ملي غيجيو يكبروا راه هذوك الهالات غيزيدوا يخرجوا وغيزيدوا يكونوا بازين اكثر، بالاضافه كيف ما قلنا التغذيه السليمه، شرب الماء الكافي، النوم الكافي، إذا كانوا اضطرابات نفسية نشوفوا مختصين، والحمد لله راه كاينين، يعني دابا كاينة الوزارة ديالنا والحكومة راه داروا أرقام اللي الناس يقدروا يتصلوا بها اللي محتاجين دعم نفسي أو استشارة طبية نفسية. كاين اللي كيعاني من مرض مزمن يشوف مع الطبيب ديالو باش ياخذ الادويه، يعالج المشكل الصحي، فوالا يعالج المشكل الصحي، وفي نفس الوقت يعالج يعني الا كان عنده امونك في لي فيتامين، في الحديد، في الزنك، في اي فيتامين يعطي دوك الهالات، كيعطي الهالات السوداء. يعني خصنا تكون واحد نحاولوا نوازنوا ما بين التغذيه ديالنا، الروتين اليومي ديالنا، الاعتناء بالبشره ديالنا بوصفات طبيعيه سهله اولا وصفات صيدلانيه على حسب كل واحد فاش كيرتاح، المداومه عليها باش نلقاو يعني النتيجه ونكونوا فرحانين بالنتيجه اللي نوصلوا ليها، وكيف ما قلت نقللوا من الوقت اللي كندوزوا على الشاشات الالكترونيه. تبارك الله عليك خبيره الشعر والتجميل مروه بن الحسين، شكرا لك بزاف على كل هذه المعلومات التجميليه اللي قدمتي لنا بخصوص كيفاش ممكن اننا نخفوا من الهالات السوداء بوصفات طبيعيه من الموجود في الدار في هذه الفتره، وكذلك اكدتي على نصائح اللي هي مهمه جدا اللي اكيد اذا التزمنا بها ما غاديش يكونوا هذه الهالات السوداء، وعلى الاقل غادي نعرفوا هذوك الهالات السوداء، هذوك الهالات السوداء يعني شنو وراءهم، يعني واش مشكل صحي ولا سوء التغذيه ولا الارق وقله يعني النوم.